بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حالا يا أبطال هنبدأ نحل مع بعض باقي الوحدة الخامسة. هنحل الأول الجرامر كده ونفصله واحدة واحدة وعلى مهلنا، إحنا مش مستعجلين، إحنا ناس بنراجع. فتكة تكة كده، ما نعديش أي ملحوظة غير لما نقولها، وما نعديش ملحوظة غير لما نفهمها. لو في حاجة معينة ما أنتش فاهمها، اعمل سكرين شوت جامد كده وتعالى بعتهولي في الجروب، هتلاقيني برد عليك إن شاء الله. أول سؤال بيقول لي وي، قبل ما نحل عايزك تفتكر معايا كده وتفهم ان ستوب دي لها اربع احتمالات، اربعه ان شاء الله. في ستوب وبعدها الفعل مضاف له اي ان جي، وفي ستوب وبعدين تو والفعل في الماستر. دي اول حاجه او اول حاجتين. ممكن نجيب ستوب وبعدين مفعول وبعدين الفعل مضاف له اي ان جي، او ان احنا نجيب ستوب مفعول فروم والفعل مضاف له اي ان جي. الفرق بينهم فين يا عم الحاج؟ ستوب اي ان جي دي معناها يبطل يعمل حاجه معينه. طب ستوب تو معناها يتوقف عن فعل شيء لكي يفعل شيء اخر. طب الناس الاثنين التانيين دول، الاثنين التانيين دول معناهم يوقف مفعول يعني شخصا عن. طب ما تيجي نضرب مثال كده محترم عشان نفهم. اول حاجه ممكن اقول لك I stopped smoking. I stopped smoking in 2002. انا بطلت تدخين في 2002. ده معناها انك انت بطلت، توقفت عن التدخين، بطلت ادخن، حاليا انا ما بدخنش. طب لو انت قلت لي I stopped مثلا، I stopped to read an ad in the street. In the street دي معناها ايه؟ توقفت لكي اقرا اعلانا في الشارع، يبقى stop to المصدر يتوقف لكي يفعل شيء. طيب الناس التانيين يا عم الحاج اللي هي stop مفعول from، ممكن اقول لك مثلا I stopped علي killing the dog. killing the dog دي معناها ايه؟ انا منعت علي ان يقتل الكلب، اوقفت علي من ان يقتل الكلب. بدل ما تقول stopped علي killing ممكن تقول I stopped علي from وتجيب الفعل مضاف له ing، فتقول from killing the dog. حلو الكلام. طب ما تيجي كده نشوف الراجل بيحكي عن انهي stop من الاربعه دول في الجمله. الراجل بيقول لك وي ستوبد ذا فيرتشوال ميتنج، احنا اوقفنا الاجتماع الافتراضي. نوت ذات ايفري ونز مايكروفون وير تيرند اون، لكي نتاكد ان الميكروفونات كلها مفتوحه، لكي نتاكد يبقى تو تشيك. طب اللي بعدها وي ستوبد نوت ذات ايفري ونز مايكروفون وير تيرند اون از ذي اولويز وير، الميكروفونات كانت دايما شغاله فاحنا بطلنا نفحصهم، خلاص تاكدنا، يبقى ستوب تشيكينج. اللي بعدها Artificial Intelligence، عايزك تاخد بالك ان ساعات بيجيبوا لك AI اختصارا يعني. Will start، والله start يا مستر لا احتمالين، انت هتستحملني بقى في الفيديو ده زي الشطور كده عشان في كذا حاجة عايز أكد عليها. انت عارف ان start دي بنجيب بعدها الفعل مضاف له ING أو to المصدر، هحاول أجيب لك كل حاجة بكل مصادرها يا برنس. ممكن نستخدم starting لو جبناها starting يعني، هنا ما ينفعش غير to المصدر بس. طيب وممكن كمان نستخدم start by، ممكن نستخدم start with. لو جبنا باي فالفعل مضاف له اي ان جي، لو جبنا ويز فنجيب الفعل فنجيب الاسم. طب ما تضربني مثال كده في الخفيف. ممكن اقول لك اي ستارتد ريدنج، انا بدات القراءه، او اي ستارتد تو ريد، الناس دي ما فيش بينهم فرق، الاثنين زي بعض. لكن لما تقول ات از ستارتنج تو رين الدنيا بدات تمطر، يجي يقول لك بقى ات از ستارتنج نوت، اختار يا عم تو رين ولا ري نينج. لا هنختار تورين عشان ستارتنج لازم تقول ماستر. طيب اقول لك مثلا اي ويل ستارت باي ريدنج ذا بوك، او اي ويل ستارت ويز ذا بوك، سابدا بالكتاب. انت في المطعم فتقول للراجل ان هبدا باكل السلطه، فتقول اي ويل ستارت باي ايتنج سوليد، او اي ويل ستارت ويز سوليد. حلو الكلام، ارجع لي كده وما تستعجلش. الراجل مديني هنا ستارت، حلو ستارت يا باشا، بيجي بعدها المصدر، لا بره اللعبه، تو المصدر معانا. being taken دي معناها مجهول، فانت بتقول اصلا الذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي بدأ يسيطر، يسيطر دي معلوم، خلاص يبقى انت عايز تو المصدر، ادي تو تيك يسيطر. طيب رقم اربعه بيقول لك artificial intelligence or AI as we call it، الذكاء الاصطناعي او الاي اي زي ما بنسميه، promises، promise بيجي بعدها تو الفعل في المصدر لو معلوم، واي حاجه فيها تو المصدر لما نحب نعملها مجهول بنقول تو بي باست بارتيسيبل. فانت بتقول بقى يعد بان يدمروا الوظائف، يبقى تو والمصدر، ادي تو ديستروي. تو بي ديستروي دي معناها يعد بان يدمر، انت عايز معلوم. شود وي ريسك، ريسك يا فندم بعدها يكون الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى انا افكر في دي لو مجهول ودي لو معلوم، الناس دي كده بره ودي بره.
فانت بتقول يبقى هل يجب ان نخاطر باستخدام استخدام دي معلوم يبقى نستخدم يوزنج على طول. الجمله السادسه بيقول لك اي وود كونسيدر، انت عارف يا عم الحاج ان كونسيدر دي بنجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، ممكن نستخدم بدل كونسيدر ثينك اباوت وبعدها اي ان جي برضه. كونسيدر بتيجي مكان حرف جر لكن ثينك لازم بعدها اباوت او اوف، فانا هنا عايز اي ان جي. اي وود كونسيدر ستادينج انجلش تو ا فيري هاي ليفل، انا بفكر في ان ادرس انجليزي لمستوى عالي جدا من اللغه. وين ستادينج اثناء المذاكره، يو شود ريمبر، استنى كده، ريمبر دي لها كام احتمال، هم اتنين في الدنيا ما فيش غيرهم، اما ان سيادتك تجيب ري ممبر بعدها اي ان جي او ريمبر تو والمصدر. الفرق فين بينهم يا عم الحاج؟ الفرق بينهم كالتالي، ريمبر اي ان جي معناها يتذكر انه فعل شيئا، لكن ريمبر تو المصدر يعني يتذكر يبقى يعمل شيء. باباك بيقول لك يا ابني ريمبر ريمبر نوت بريد، وي نيد ات الوت، نحتاجه كثيرا. يا ترى هنا هنقول هيقول لك ريمبر تو باي ولا باينج؟ لا اكيد تو باي. ليه؟ اصل بيقول لك خليك فاكر تبقى تشتري عيش عشان احنا محتاجين عيش جدا، تمام؟ طب الحاجه الثانيه ممكن اقول لك مثلا ذا دور، او ريمبر مثلا ريمبر نوت ذا دور بيفور يو سليب اور اور هاوس ويل بي ستولن. انا بقول لك ايه؟ خليك فاكر تبقى تقفل الباب والا بيتنا هيتسرق، يبقى انا اقول لك ريمبر تو كلوز ذا دور. طيب حاجه ثانيه ممكن اقول لك ريمبر تيكينج ماي كاميرا، خليك فاكر ان انت اخذت الكاميرا. برينج ات بليز، برينج ات بليز يعني لو سمحت هاتها، تذكر انك فعلت انك اخذت. السؤال مديني مين فيهم بقى يا عم الحاج؟ تعال نشوف. بقول لك وين ستادينج، لما تيجي تذاكر يو شود ريمبر، لازم تتذكر انك تبقى تاخد راحه، انك لسه هتعمل، يبقى تو والمصدر. يو سيم اي فعل بمعنى يبدو، ممكن نجيب بعد تو والفعل في المصدر، او تو بي والفعل مضاف له اي ان جي، او انك تجيب بعد سيم صفه. عشان كده ممكن اقول لك ايه؟ هي سيمز هابي، او هي سيمز تو بي هابي، عشان كده هكتب لك كمان تو بي وصفه. ركز كده معايا، ممكن اقول لك هي سيمز تو بي هابي، او هي سيمز تو ستادي ويل، يبدو انه بيذاكر كويس، او تو بي ستادينج ويل، انه بيذاكر كويس، بس ده مستمر لكن ده حقيقه، او هي سيمز ساد. طيب الراجل هنا بيقول لك ايه بقى؟ هي سيم اي ان جي لا، بين تصريف ثالث لا، سيم بي لا، يبقى تو المصدر زي ما اتفقنا، يبقى تو بي. We are going to look not other ways، سنبحث في طرق جديده، نستقصي طرقا جديده. يبقى انا يا مستر عايز لوك انتو، ولو مش عايزها هاخد انفستيجيت او تشيك، انا قدامك انت يا باشا اتفضل خدها. رقم 10 You don't have to turn your camera on، مش لازم تشغل الكاميرا على فكره لو انت مش عايز. If you don't want to، لو انت مش عايز يعني سيبها شغاله يا عم، leave it، او سيبها مطفيه leave it off. خد بالك بقول لك ايه، انت مش لازم تشغل الكاميرا لو انت مش محتاجها، leave it off يعني سيب الكاميرا مقفوله وعادي والدنيا جميله. السؤال هو احنا ليه ما نقولش leave off it off دي مثلا، او leave off والحاجات التانية دي؟ قال لك لما يكون المفعول عبارة عن ضمير بنستخدمه في نص الكلام بين الفعل وبين حرف الجر، والكلام ده انا عايزك تحفظه او تحفظ الافعال اللي تيجي قدامك الامثلة لانها بتتغير. At least I have this weekend to catch not with، يقول لك انا قدامي اسبوع علشان الحق. يلحق اسمها catch up with، احنا خدنا with لان بعدها مفعول، لو الراجل كان جه هنا كده وسكت لحد هنا كنا هنقول catch up ونسكت من غير with. We told her the sound was too loud so she، احنا قلنا لها ان الصوت كان عالي جدا عشان كده هي turned down it، لا بما انه مفعول فإد تبقى في النص اطلعي بره. turn it down هنفكر في دي مع انها غلط، turn down it برضو لا، turn it down دي هنفكر في دي ونفكر في دي. معيار الحكم فين يا فندم؟ ان told ماضي، فانت بتتكلم على ماضي، told was ماضي فالجملة ماضي، يبقى turn it down. What is the most important future trend؟ وي ما هو اكثر اتجاه في المستقبل يعني نحن to know about، نحتاج ان نعرف عنه، يبقى need to. طب suggest يعني يقترح، مش هينفع اقول لك ايه اكثر اتجاه او اكثر موضه احنا نقترح ان احنا نعرفها، لا احنا محتاجين نعرفها عشان كده خدنا need. enjoy بعد ing recommend عايز ing. that not to be logical، هذا ايه؟ انه يكون منطقيا. enjoy عايزه اي ان جي فاطلعي بره، avoid عايز اي ان جي اطلعي بره، وكيب عايز اي ان جي اطلعي بره برضه، يبقى سيمز والمعنى اصلا يبدو ان ذلك منطقيا فعشان كده خدنا سيم. زي enjoy بعدها اي ان جي يا عم لو معلوم،
او being والباست بارتيسيبل لو مجهول. انت بتقول هم يستمتعون not more decisions on their own، هم يستمتعون باتخاذ قرارات. معلوم يبقى انت عايز making رقم C. We are going to pick my aunt. انت عارف ان كلمة pick يلتقط بيجي بعدها up على طول، يبقى pick my aunt up. ادي up. pick up معناها يلتقط شخص من من مكان يوصله بالعربية، انك تروح تاخد شخص بالعربية توصله بيته. We decided، لا decide دي مش هقدر افتي لك عليها بسرعة كده غير لما اقول لك ان عندك decide ممكن نجيب بعدها to والفعل في المصدر، او decide that وبعدها جملة كاملة. يا سلام لو انت تركز ورايا كده وتكتب الكلام ده كله. decide on اللي معناها يختار او يحدد. حلو الكلام. طيب ما تيجي كده نشوف الراجل جايب لي مين فيهم. We decided not on the project together. يبقى قررنا ان نعمل، يبقى to اللي هي ان ويعمل work يبقى to work. I prefer playing games. يخرب بيت أهمية الجملة دي، مهمة لبعد بعد بكرة. عايزك تفهم انك ممكن تستخدم prefer ونجيب بعدها to والفعل في المصدر، او prefer والفعل مضاف له ing. ده اول احتمال. رقم اتنين انك ممكن تقول لي would prefer to والمصدر غصب عنك كده ما ينفعش ing. رقم تلاتة انك تستخدم prefer، خد بالك مش would prefer، ing to ing. وممكن بدل ing ناخد اس. اضربني مثال. I prefer to read at night. I prefer reading at night. الاتنين زي الفل. I would prefer يبقى to read على طول. I prefer reading to sleeping. بحب القراءة اكتر من النوم. او I prefer tea to coffee. بحب الشاي اكتر من القهوة. الراجل مديني هنا prefer ing. خلاص يا باشا يبقى prefer ing to ing. انا عايز كمان ing اهي، فانت هتاخد لي to زي الشاطر. remember دي يا اما ing يا to المصدر. حلو. فانا بقول لك انا اتذكر ذلك الرجل last year السنة الماضية، يعني انني قابلت، فالفعل ماضي، فانا عايز ing. اطلع انت بره، اطلع انت بره. being met لو مجهول، meeting لو معلوم. انت بتقول انا اتذكر انني قابلت ذلك الرجل، يبقى meeting. على فكرة كان ممكن تقول I remember being met by this man. الجملة اللي بعد كده. I regret، يا باشا regret دي عايزة ing بعدها او to والمصدر. الفرق يا مستر، الفرق يا باشا ان regret ing معناها ندمان انه فعل، لكن دي يؤسفه انه سيفعل لسه، وبتيجي دايما في الاخبار. يعني ايه الاخبار؟ ان اقول لك انا يؤسفني ان اخبرك بان الرحلة الغيت، يؤسفني ان اخبرك بان كتابك سرق، وهكذا. هنكمل عشان نشوف. I regret not all my money. Now I have no money to buy this t-shirt. انا ما عادش معايا فلوس اشتري التيشيرت ده. يبقى انا ندمان انني انفقت، يعني انني فعلت، يبقى عايز ing، يبقى wasting. طب ليه ما ناخدش دي؟ دي لو مجهول حضرتك. طيب we regret not you that you have not been accepted. يؤسفنا ان نخبرك ان انت لم تقبل، يبقى regret to المصدر. ادي to inform. تاخد دي امتى؟ لو مجهول. try بقى، ادخل على try دي وعايزك تركز معايا فيها كده لما اشرحها لك الاول عشان تفهم الفرق بين الاثنين. اول حاجه كده عايزك تعرف ان try دي بنجيب بعدها الفعل المضاف له ing او to والفعل في المصدر. حلو. try ing دي معناها يجرب، جرب حاجه كده يعني ممكن تنفع او لا، لكن دي معناها يحاول جاهدا، علشان الموضوع ده مهم بالنسبه له. على سبيل المثال امتحانك بكره، فاقول لك try to study. try to study يعني حاول جاهدا ان تذاكر، الموضوع ده مهم يا ابني. واحد مريض فنقول له try to take medicine. يعني ايه؟ لازم تاخد دواء، لازم تاخد دواء لان الموضوع مهم. لكن try يعني يجي واحد بياكل فيقول لك try eating rice. You may love it. يعني ما تجرب تاكل معايا أرز كده ممكن يعجبك. فتراي ING معناها جرب كده، ممكن يعجبك ممكن ما يعجبكش وهكذا يعني. فالراجل في رقم 22 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك try not medicine. This medicine for your headache. It is very good. ما تشوف كده الدواء ده ممكن يعجبك عشان الصداع اللي عندك. يبقى هنا عايز try ING يبقى taking. طب اللي بعدها بيقول لك أنا بحاول أتعلم صيني بس صعب قوي، يعني حاولت جاهدا عشان كده قال لك ايه؟ صعبة جدا، يعني معنى كده انه حاول جاهدا، يبقى try to learn. طيب 24 بيقول لك I am looking forward to بعدها الفعل المضاف له ing. يا فندم عندك كام ing في الاختيارات؟ واحدة. خدها يا باشا وتوكل على الله. لو مديني being والتصريف الثالث كنا نفكر فيها علشان الترجمة. عائلة like دي حوارها خلصان، وانت اكيد عارفه، عارف ان عندك ثلاثة من like. اولا like بعدها هي like ولاف، افعال المسخرة زي ما انا بسميهم دايما يعني، او افعال السهوكة. لايك ولاف وهيت. لايك تو المصدر او لايك والفعل المضاف له ing. ممكن نستخدم وود لايك ونجيب بعدهم تو والمصدر دايما. ممكن وود
لايك وخد دي لان واثق انك اول مره تسمعها. تو هاف والباست بارتيسيبل. ممكن كمان نستخدم فيل لايك والفعل مضاف له اي ان جي. بص يا باشا دول ما فهمش مشكله. اي لايك تو بلاي، اي لايك بلاينج. اي لايك تو بلاي الفرق بينهم ان دي معناها نفسي اعمل، نفسي اجرب. لكن دي يا باشا انا اصلا مدمن الحاجه دي بعملها على طول. واحد عايز يقول لك بص انا اصلا كل يوم بصحى الصبح اشرب قهوه، يبقى انا كده هتقول لي ايه؟ اي لايك درينكينج تي ان ذا مورنينج، مدمن قهوه الصبح. بصحى الصبح اجري في الملعب، يبقى اي لايك رانينج ان ذا بلاي جراوند. طب انت بتقول بقى بص انا نفسي بصراحه نفسي العب كوره، نفسي اجرب، يبقى تقول اي لايك تو بلاي فوتبول. طيب اللي بعدها اي وود لايك تو المصدر ودي ما فيهاش مشكله. طب امال دي الفرق بين دي وبين دي؟ دي معناها اريد ان افعل، لكن دي كانك بتقول يا ليتني فعلت. دي معناها يا ليتني فعل. طيب خد المثال الجامد ده عشان تفهم انا قصدي ايه في الحوار ده. طيب ماي لما تقول لي مثلا ماي انكل دايد ان 2004، عمي مات في سنه 2004. اي وود لايك تو نوت هيم. يا ترى هنا هنقول تو فيزيت ولا تو هاف فيزيتد؟ انت بتقول عمي مات في سنه 2004، يا ليتني ازوره ولا يا ليتني زرته؟ اكيد يا ليتني زرته قبل ما يموت. حاجه ثانيه اي ام ا تيتشر، انا مدرس. اي وود لايك تو هاف بين ان انجينير، يعني ايه؟ انا مدرس، يا ريتني كنت مهندس، وهكذا. اي فيل لايك بعد اي ان جي، ودي ما فيهاش اي مشكله ولا فيها اي قضيه. طيب المهم انا عندي وود لايك يبقى عايز تو المصدر، ادي تو دو خلصانه. اي ريلي وونت والله وونت تو المصدر لو معلوم، تو بي باست بارتيسيبل لو مجهول. فتو بي سين دي معايا هفكر فيها عشان ممكن تبقى مجهول، سين دي بره اللعبه، تو سي لو انت عايزها معلوم. تعال نشوف. اي ريلي وونت نوت وان اوف ذيز فيستيفالز، انا اريد ان ارى، معلوم، يبقى تو سي. اي هاف ارينجد، ارينج تو المصدر، يبقى تو والمصدر تو جو. هي ادميتد، عند ادميت انت عارف ان في اتنين، ممكن ادميت اي ان جي او تو والفعل مضاف له اي ان جي. يبقى انا كده خدت لك الادميت ميكنج، وعلى فكره كان ممكن نقول تو ميكنج. ركز لي في الكلام ده واحفظه الله يكرمك. طب ما هي تو اهي، احنا قلت تو ميكنج. ات از نو جود، اتس نو جود دي اي ان جي وش، لازم احفظها، لازم. حروف الجر ملهاش اي اسلوب غير الحفظ. اي ات از نو جود اي ان جي، وكانت هيلب اي ان جي برضو. ام از ار يوز ذا تو، هنفكر الاول. والله يا باشا لو معناها يستخدم في، فهنجيب بعدها الفعل في المصدر. طب لو معناها معتاد على، فبعدها الفعل مضاف له اي ان جي. حلو. طب ما نترجم كده. اي اكيد مش هقول لك انا استخدم في، اكيد انا معتاد على. بما ان معناها معتاد على فانا عايز اي ان جي، يبقى سبندنج. يو شود افويد، افويد بعدها يكون الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى افويد لوكينج. ماي براذر از ليرنينج، ليرن تو المصدر، يبقى تو بلاي. My parents suggested، عند suggest يا باشا لازم نحكي حدوتة مطولة وانت يكون نفسك عميق. أول حاجة ممكن نستخدم suggest، suggest ونجيب بعدها الفعل مضاف له ing، والمثال بتاع هنا رقم اتنين. ممكن نقول suggest that فاعل وفعل في المصدر. بص على الحتة التكاية دي، أيا كان الفاعل وأيا كان الزمن. المثال هنا بعدها رقم تلاتة. ممكن اقول لك suggest، suggest that فاعل should والفعل في المصدر. في حته رقم أربعة هكتبها واديك امثله بعد كده عشان ما انساش اكتبها. رقم أربعة انك تجيب لي بي suggested to والمصدر او to be past participle. الفرق بين الاثنين يا عم الحاج هحكي لك الحدوته دي بالتفصيل. ركز لي انت الله يكرمك بس وخد بالك معايا. suggest ing معناها يقترح، ده معلوم. I suggest sleeping now، انا اقترح ان ننام الان، suggest ing. او suggest ذات فاعل مصدر، اولا ان اقول لك I suggest that علي open the door، open the، خلينا نقول the gate، البوابة. خد بالك انت بعد ما استخدمت suggest ذات فاعل مصدر هتقول لي يا مستر مش المفروض ان علي ده مفرد، فالمفروض نقول اوبنز. هقول لك لا يا برنس، ما انا قلت لك ايا كان الايه؟ الفاعل وايا كان الزمن كده كده مصدر. طب لو انت قلت لي مثلا she suggested ذات علي، الطبيعي بقى يا مستر ما دام دي suggested فالمفروض ان احنا نقول علي opened. لا يا باشا هتقول open برضه. ليه؟
انك قلت لي suggest ذات فاعل مصدر، ايا كان الفاعل ده مين وايا كان الزمن ده ايه، كده كده مصدر. الثالثه نفس القصه برضو، ممكن نقول مثلا she suggested يعني هي اقترحت ذات منى، اقترحت ان منى should leave، ان منى يجب ان تغادر. خد بالك should والمصدر موضوعها خلصان. طيب suggest الاخيره دي بقى عايزك تركز معايا، بي suggested معنى كده ان ده مجهول، تو المصدر معناها ان النص ده معلوم، طب تو بي تصريف ثالث معناها ان النص ده مجهول. طب ما تضربني مثال عشان افهم. ممكن اقول لك مثلا اماني، الحاج اماني was suggested to، يعني اماني اقترح ان مثلا تو ليد ذا تيم، ذا تيم. هنمسك القلم الابيض ده ونترجم، انت بتقول اماني اقترح، خد بالك ده مجهول، تو ليد يعني ان تقود، يعني النص ده معلوم تمام، يبقى بي suggested تو المصدر. او ممكن اقول لك اماني ذا كيلر، ذا كيلر البنت اماني القاتله was suggested اقترح ان تاخذ الى السجن ولا ان تؤخذ، لا ان تؤخذ، يبقى to be taken to prison. ركز لي كده تاني، انت هنا استخدمت النص الاولاني was suggested عشان ده مبني المجهول، حلو، ان تاخذ ولا ان تؤخذ، لا ان تؤخذ، فناخد to be past participle ده برضو مبني للمجهول. ارجع بقى كده وشوف الراجل بيحكي عن مين في الجمله، لو انت فاهم القصه دي هتلاقي نفسك بتحل زي البرنس بالظبط. My parents suggested، ما دام في ذات يبقى انا عايز فاعل مصدر، ادي فاعل مصدر يا باشا. طب يا مستر مش suggest بيجي بعدها اي ان جي؟ ايوه لو ما فيش هنا ذات كنا خدنا suggest اي ان جي. ولو مجهوله طيب هتبقى not going. Before you go to London you should practice should، بقول لك ايه؟ قبل ما تروح لندن لابد ان تمارس، تعال نشوف كده. طبعا الفكره بتاعتها الاول ان براكتس بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، فانا هفكر في الاختيارات ادي سبيكينج، في حد تاني مضاف له اي ان جي؟ لا ناخدها وخلاص كده شكرا الموضوع انتهى. يبقى شود براكتس سبيكينج انجلش. هي هوبس، والله هوب تو الفعل في المصدر، يبقى انا هوب تو وين اللي هي دي. طيب اللي بعد كده شي اوفرد، عايزك تاخد بالك من هوب برضه عشان ليها تكايتين كده عايزين ناخد بالنا منهم. ان شاء الله هرفع لكم الملف اللي انا بكتب فيه ده بي دي اف، هحاول ارفعه بي دي اف يعني برب ما انساش. رقم واحد I hope to be a doctor، أتمنى أن أنا أكون دكتور. I hope علي to be a doctor، أو I hope علي علي will be a doctor، أو I hope that، ونكتب جملة كاملة علي will be دكتور. لاحظ ان هوب جبنا معاها تو والمصدر وجبنا معاها ويل والمصدر برضو. طيب ادخل بعد كده على 37 شي اوفرد، اوفر تو والمصدر قال تو تيك، وي هاف جاست فينيشد بعد افعال التوقف والاستمرار دايما اي ان جي، يبقى وي هاف جاست فينيشد واتشنج اللي هي رقم دي. شي از بلاننج، والله بلان تو والمصدر تو سبنت، قاعده كيوتا خالص على فكره حروف الجر دي بس عايزه تتحفظ. ماي فريند اند اي نوت بلاينج تنس افري فرايداي، هنشوف الاختيارات. want عايزه تو المصدر يا فندم اطلعي بره، would like برضه عايزه تو المصدر، طب practice ing و suggest ing، طب ما انا عندي اثنين ينفعوا ing. ركز في حته ان practice كده فعل جمع، suggests فعل مفرد، وانت عندك الفاعل صديقي وانا يعني ده فاعل جمع، اذا هتروح خبط لي على طول practice وتجري في الدنيا. I managed to persuade my father to let مفعول مصدر يبقى let me go. she feels like قلنا feel like ing يبقى going. My father refused to والمصدر ادي تو مجهول، دي لو مجهول ودي لو معلوم. طب ما نترجم، ابويا رفض not his son any more money، ابويا رفض ان يعطيه معلوم يبقى to give. 44 بيقول لك I'm going to pick my uncle up، pick up دي معناها ايه؟ معناها انك تروح تجيب حد بالسياره، ركز مش معناها انك تاخد حد معاك بالعربيه وانت رايح مشوار، لا تروح تجيبه بالعربيه. طيب هل ده معناها انك تو سي جود باي انك تودعه في المطار؟ برضه لا، ده انت تروح تجيبه. طب تو تيك ماي انكل، ركز عشان تلعب بالالفاظ، انك تاخد عمك من البيت توديه المطار دي لا حضرتك. طيب اللي بعدها رقم سي تو ميت ماي انكل، بص بقول لك ايه؟ اني اقابل عمي في المطار واخده اوصله مكان تاني، دي معناها يلتقطه من المطار لمكان اخر، هي دي الاجابه. طب رقم 45 بقول لك يو ماست نوت ريبيتنج، والله يا باشا ريبيتنج دي فعل مضاف له اي ان جي، الرينج عايزه تو المصدر، ديناي اي ان جي معانا، افويد اي ان جي معانا،
enjoy ing يبقى المعنى هو الفيصل. يجب عليك انك ايه تكرر هذه الاخطاء ان تتجنب يبقى avoid. The criminal was in disguise. المتهم او المجرم كان متنكرا. To avoid, avoid مستر عايز ing بس ده لو معلوم. طب لو مجهول يبقى being والباست بارتيسيبل. هو تجنب ان يرى ولا ان يرى؟ لان يرى. طب ان يقبض ولا ان يقبض عليه؟ ان يقبض عليه عشان باي، فانا عايز being تصريف ثالث اللي هي رقم بي. I was made not the composition again. انا عايزك تفهم معايا حوار ميك دي عشانها مهمه. بص في دايما ناس لازقه في بعضها كده، كوز بنجيب بعدها مفعول، تو والفعل في المصدر اختها الثانيه اللي بتسويها، ميك مفعول وبعدين فعل في المصدر مباشره، والمجهول منها بقى اسمه بي ميد تو والمصدر على طول. ركز كده، ميك مفعول مصدر. على سبيل المثال اي ميد علي سويب ذا فلور، انا جعلت علي يكنس الارض، او علي اجبرا فهنقول ووز ميد، اوعى تقول سويب، لا تو سويب. ركز معايا كده، لما تيجي تعملها مجهول بي ميد تو المصدر. طيب ما تيجي تشوف الراجل بيحكي على معلوم ولا مجهول عشان تعرف تفتي. بقول لك اي ووز ميد، يبقى انا عايز تو المصدر عشان ده مجهول، انا اجبرته على المراجعه. خد بالك المجهول هو في النص الاولاني مش النص الثاني، تقول اجبرته ان اراجع. شي نيدنت، نيدنت يا مستر عايزه بعدها مصدر. حلو، يبقى تو دي بره وتو دي بره. يا ترى بايز ولا باي؟ لا باي، ما هو نيدنت والمصدر، لكن دونت نيد تو المصدر. هبه بتقول ليتس جو تو ذا لايبرري، هبه بتقول يلا نروح المكتبه، ده معناها ان هبه بتقترح اذهب للمكتبه، يقترح يعني سجستس، ادي سجستس جوينج تو ذا لايبرري. طيب اللي بعدها 50، اي جوت هيم تو تشينج هيز مايند. ركز لي في 50 دي عشانها فيها تكايه كده. طب بيقول لك اني انا جعلته يغير رايه، جعلته يغير رايه، ده معناها اني انا اجبرته؟ لا يا عم، انت بتقول جعلته يعني هو بالرضا كده بالحب. ليت هيم، لا ليت هيم يعني سمحت له. طب بيرسويدد هيم يعني اقنعته. خد بالك جوت مفعول تو المصدر معناها بيرسويد مفعول تو المصدر. طيب يو ماست نوت يوزنج، والله يوزنج دي فعل مضاف اي ان جي. خد بالك كونتينيو وستوب وانجوي وانكارج بعدهم اي ان جي على طول، بس هحكي لك قصه انكارج. يجب عليك انك ايه استخدام الموبايل لفتره طويله علشان ده غلط، يجب عليك ان تتجنب يبقى افويد مثلا مش موجوده في الاختيارات. طب ستوب، واحنا قلنا ستوب اي ان جي معناها يبطل يعمل الشيء، اول كلمه قلناها في الفيديو، يجب عليك ان تتوقف انك تبطل استخدام الموبايل. طيب كونتينيو عايز اي ان جي برضه. بالنسبه لانكارج ركز لي كده، في افعال زي مثلا كلمه انكارج، ركز لي في دول عشان دول مهمين، زي كلمة advice اللي معناها ينصح، زي كلمة allow اللي معناها يسمح. الناس دول، الناس دول بيجيب لك لو معاهم مفعول يبقى نستخدم to والمصدر. طب لو مش، ولازم اركز لك على مش دي، لو مش معاهم مفعول نستخدم الفعل المضاف له ing. وبناء على ذلك تعال اضربك مثال. رقم واحد I encouraged أو encouraged my son study ولا to study ولا studying؟ لا هنقول to study. طب ليه يا عم؟ عشان في فاعل اللي هو أنا، أنا الفاعل اللي شجعت ابني اللي هو المفعول، يبقى أنا كده معاهم مفعول فخدنا to المصدر. طيب جملة كمان بقى، لما تقول مثلا my sister was encouraged not her homework، يا ترى هنا هنقول to do ولا هنقول doing؟ لو انت حافظ مش فاهم هتقول والله يا باشا انكارج ما فيش بعدها مفعول فناخد تو المصدر، هناخد اي ان جي سوري، ما هو انت عشان قلت لي لو مش معاها مفعول ناخد اي ان جي، فلو انت حافظ هتلاقي نفسك بتقول انكارج ما فيش بعدها مفعول نخبط الاي ان جي. هقول لك لا، اختي شجعت فدي معناها ان اختي هي المفعول، يعني انت كده حضرتك معاك مفعول فانت هتستخدم تو المصدر عشان كده تاخد تو دو. طيب واحده كمان بقى، لما تقول ماي مام أمي encourages، encourages معناها أمي تشجع ونقط early، يا ترى هنقول to sleep ولا هتقول sleeping؟ هروح أنا أسألك سؤال، أنت بتقول أمي تشجع، أمي هي الفاعل هي اللي بتشجع، بتشجع مين يا عم؟ أنا مش عارف، خلاص يبقى ناخد الـ ing على طول. طيب ارجع كده لجملتك وشوف الموضوع ده عملنا في إيه. خلاص احنا اخترنا ستوب دي، شكرا كده. I not her to use my dictionary، انت قلت لي تو والله ليت مفعول مصدر فانا مش هفكر فيها.
ميك مفعول مصدر مش هفكر فيها. ريفيوز بيجي بعدها تو المصدر فعلا مباشره من غير مفعول. الاو مفعول وبعدين تو المصدر. انت بتقول انا سمحت لها ان تستخدم قاموسي يبقى اللاود. عموما لو انت عايز تستخدم ريفيوزد هتقول اي ريفيوزد تو ليت هير يوز. انا رفضت ان اسمح لها. بمناسبه ان احنا بنراجع في ريفيوز دي اوعى تنسى انها بتساوي كلمه ديكلاين وبتساوي كمان كلمه تيرن داون. شي تيرن داون ماي ريكويست، رفضت طلبي. ذا بارجلر اللي هو الحرامي ادميتد، عايز اي ان جي او تو اي ان جي. طيب وممكن ذات طبعا زي ما انت فاهم وجمله سليمه، يبقى باي دي بره، تو المصدر بره، ذات هي هاز ستولن وذات هي هاد ستولن. هو ماضي ولا مضارع؟ طب ما تشوف كده، انت بتقول اعترف انه يسرق ولا انه سرق؟ انه سرق، فانت عايز ماضي، يبقى تو ذات هي هاد ستولن. كان ممكن نقول ذا بارجلر ادميتد ستيلينج وتو ستيلينج. I shouldn't have annoyed my brother، المفروض ما كنتش ازعل اخويا. This means، ده معناها ان انا ندمان ان انا عملت كده، ندمان انني فعلت، يبقى regret و ing، يبقى انت هتقول لي regret doing that. عارف لو قلت لي regret to do معناها انك ندمان انك هتزعله هو لسه يعني ان شاء الله. I'm sorry، انا اسف يا باشا والله انا نسيت اعمل. نسي يعمل، معنى كده انه ما عملش، يبقى forget to المصدر، قال to prank. بقول لك ايه؟ انا اسف انا نسيت ان احضره. عارف لو انت قلت لي I forgot bringing معناها نسيت اني عملت. دايما اللي فيهم اي ان جي معناها انه عمل، فخلاص تو برينج. وانا اي ترين، لما بتدرب I follow the coach's advice، لما اكون بتدرب فانا بتبع نصائح مين؟ المدرب. I not a break every 15 minutes to get some rest، فانا بتوقف علشان اخد راحه. يتوقف لكي يبقى stop to take، avoid taking بتجنب ان اخد راحه، و stop taking يبطل ياخد راحه، و refuse يعني يرفض. I eating late at night since اللي بتساوي لان، اللي متساوي because و as هنا ان معناها لان ذلك يجعلني اشعر بالثقل طوال النهار، يبقى انا اتجنب ان اكل. والله forbid يعني يمنع، dislike يعني يكره، وهو و enjoy يستمتع وهو بيأمل. على فكره كان ممكن تستخدم هنا avoid وتبقى الجمله انا اتجنبه، لكن الجمله هنا بقول لك انا بكره اكل بالليل لان ده بيتعبني. طيب خلصنا كده الجزئيه دي، ندخل بعد كده على الاكسرسايز اللي على الرايتنج. شويه جمل كده، ما اعتقدش انهم كتار، تقريبا 20 او 15 جمله. طيب بقول لك يا باشا ذا كوريكت بانكتويشن تو يوز افتر سالوتيشن. ما تيجي كده اما اقول لك على حاجه الاول، الراجل اللي انا بيحكي عن ايه؟ عن الايميل. طيب تعال احكي لك موضوع الايميل ده، احنا حكيناه قبل كده في فيديو سابق بس نحكي تاني. بص يا باشا، الايميل ده بيكون كالتالي، احنا بنكتب تو وبعدين فروم وبعدها على طول بنكتب سبجكت، سبجكت، وبنروح كاتبين هنا كلمه دير. مثلا انا بعته لواحد اسمه عمر، فاقول له دير عمر واعمل بعدها كما، وبعدين ابدا اكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه له هنا. النص اللي هكتبه له كله هيتكتب هنا، وفي الاخر هنا الحته دي كده بروح كاتب له في المكان ده كده مثلا رايت تو مي باك او بيست ويشز. وفي الاخر خالص خالص كده بروح كاتب له في الحته دي كده، هنجيب القلم الاحمر تاني عشان هنحتاج الابيض، واروح كاتب له يورس صاحبك، واروح كاتب مين؟ عمر مثلا، معرفش هيثم ايا كان يعني. طيب عايزك تركز، تو دي بنكتب هنا كده، ركز في دي الله يكرمك، بنكتب ايميل المرسل اليه مش اسمه، ما بنكتبش الاسم، بنكتب الايميل. وهنا ايميل المرسل اللي بعت الايميل، تمام، مش اسمه. وسبجكت بكتب الموضوع اللي انا بكتبه، او بنكتب ذا واي السبب، او بنكتب البيربس الغرض من ارسال الايميل. حلو، دير عمر وبعدين بنعمل كومه، خد بالك من دي كويس. وبعدين نبدا نكتب هنا كده الكلام اللي انا بكتبه له، المسج اللي انا عايز ابعتها للراجل بكتبها له هنا، وبعدين رايت تو مي باك، وفي الاخر يورس كذا. الحته دي كده اسمها سيج نيتشر اللي هو التوقيع. الحته اللي فوق دي كده الجزئيه دي هنا تو ولحد هنا كده، دي بنسميها يا شباب الهيدر، هيدر اللي هو راس الايميل. والجزئيه دي كده بنسميها البودي اللي هو المتن الرساله اللي في الموضوع. الجزئيه دي كده حته بيست رايت تو مي باك او بيست ويشز، دي بنسميها كلوزنج سنتنس. والجزئيه دي زي ما قلنا اسمها سيجنتشر. الشويه اللي في الاخر دول بيكون مكانهم اسمه فوتر، فوتر اللي هو التسجيل. طب ما تركز معايا كده تاني، لما نركز كده عشان نفهم. اول حاجه خالص كده حضرتك عندك ثلاث اجزاء في الايميل، الهيدر البودي الفوتر. الهيدر ده بيكون فيه تو فروم وسبجكت. طب البودي بيكون فيه الرساله اللي انا بعتها لاي شخص مكتوبه،
وفي جزئية اسمها كلوزنج، وفي الآخر خالص الفوتر. فالتوقيع مكانه في الفوتر. حلو. طيب الحتة دي بعد دير عمر، أو دير عمر دي بنسميها إيه كده من الآخر؟ بنسميها السالوتيشن، أو بنسميها جريتنج. جريتنج أو سالوتيشن اللي هو التحية. طيب ما تيجي بقى نشوف كده الراجل أسئلته إيه بالظبط. تعال نشوف. بيقول لك يا عم أول سؤال، بيقول لك الكوريكت بانكتويشن، الترقيم الصحيح تو يوز افتر سالوتيشن، اللي بنستخدمه بعد التحية. بعد التحية يعني إيه؟ بعد ما أقول له دير علي بعمل إيه زي ما اتفقنا؟ كوما. يبقى أنا كده بعمل آه كوما. Emails of job applications، الايميلات اللي بنبعتها عشان نتقدم لوظيفه دي بنسميها ايميلات رسميه، يعني فورمال اللي هي رقم دي. فورمال ايميل يعني ايميل رسمي، الفورمال عكسه الانفورمال. حلو. طيب الجمله اللي بعد كده بقول لك يو كان يوز نوت ان ان انفورمال ايميل اونلي، احنا بنستخدم ايه في الايميل الغير رسمي بس؟ البريبوزيشن حروف الجر في الرسمي وغير رسمي، السنتنس الجمل اكيد بنستخدمها في الكل والكلمات في الكل، لكن الايموجي اللي هو الوجه الضاحك واللي بيعيط واللي مشمئز كل ده بيستخدمه في الانفورمال بس. adding your name in the email is انك تكتب اسمك في الايميل، ده بنسميه ايه؟ التوقيع، اسمه سيجنتشر رقم ايه. سيجنتشر ده اسمه التوقيع، احفظ الكلام ده لو انت مش فاكره. طيب بقول لك هاو ار يو دوينج، اخبارك ايه يا معلم؟ دي بنستخدمها في الايميل الايه؟ من غير ما اكمل في الانفورمال. طب ما تيجي نشوف كده اوفيشال الرسمي، لا اوفيشال دي اخت فورمال معناهم رسمي. طب سبوكن المنطوق، ما فيش ايميل منطوق في اللغه المنطوقه، اللغه المنطوقه دي ما لهاش علاقه بالايميل، انت مش هتبعت لواحد صاحبك ايميل صوتي، انت بتبعت له ايميل مكتوب، يبقى اكيد بنكتبها في الكوليكوال اللي هي اخت الانفورمال. يبقى انت عندك كلمتين معناهم رسمي فورمال واوفيشال، وكلمتين معناهم غير رسمي اللي هو كوليكوال وانفورمال، يبقى احنا كده خدنا كوليكوال. طيب اللي بعد كده بيقول لك with regard to your complaint، بنكتبها فين دي؟ بص يا باشا، انت حد انت بعت شكوى لشركه، فالشركه بتقول لك to هيثم from the company يعني وكده، وبعدين dear هيثم، وبعدين يبدا يقول لك بالنظر الى الشكوى التي قدمتها، يعني كلمه بالنظر للشكوى اللي قدمتها دي فين؟ في البودي، يبقى انا هختار لبودي، وبودي اختها بالك خد بالك، اوعى تنسى ان البودي هي البالك. رقم سبعه with which of the following can we finish ننهي فورمال ايميل، ايميل رسمي ننهي بكلمه ايه؟ باي، لا باي دي مع السلامه يا اسطى، دي في الانفورمال. طيب سي يو سون وسي يو ليتر دول برضو في الانفورمال، لكن ثانكس في الايميل الرسمي. طب لول اللي هي لاف اوت لاودلي دي في الانفورمال. ثانيا ما ينفعش نستخدم اي اختصارات، الاختصارات اسمها ايه؟ اسمها ابريفيشن او كونتراديكشنز، الناس دي ممنوع نستخدمها في الايميلات الرسميه وفي الكتابه الرسميه عموما. طيب رقم 8 when writing an email، لما تيجي حضرتك تكتب ايميل المفروض، تعال نشوف واحده في واحده. use only longer sentences، استخدم جمل طويله، لا الجمل كل ما تكون قصيره والباراجرافات كل ما تكون قصيره يبقى افضل. never use slang، اوعى عمرك تستخدم السلانج اللي هي اللغه العاميه، او الكونتراكشنز الاختصارات، هي دي الاجابه. نقرا الباقيين كده. to add forms of، انك تضيف اشكال من الكورتسي المجامله والجراتيتيود الامتنان، مش هتقضيها طول الايميل ازيك شكرا 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 بشكرك، مش منظر. never greet، اوعى تحيي الشخص المتلقي الرساله، الجريتنج دي في الرسمي والغير رسمي، بس هي في الرسمي بتقول له دير مستر عمر مثلا، في الانفورمال الغير رسمي بتقول له دير عمر، حبيبي يا عمر عامل ايه اخبارك. يبقى احنا كده قلنا لما نيجي نكتب ايميل اوعى تستخدم السلانج اللي هي العاميه ولا الاختصارات ممنوع، ولا الابوستروفي زي ما اتفقنا. طيب when you sign a formal email، بص لما تيجي تساين توقع في فورمال ايميل، ايميل رسمي، انت بتكتب ايميل رسمي، استخدم مين؟ طيب انا لو انت فاكر ان لما جيت اكتب ايميل قلت له عمر هيثم، يعني انت كتبت الاسم الاولاني والاسم الاخير. طب just your first name، اسمك الاولاني بس، لا ما هو انت لما تكتب لي عمر انا مش عارف مين عمر اللي باعت، ماشي يعني عمر النجار ولا الحداد مين عمر. only your last name برضه لا، انت بتكتب اسمك الاول والاخير، your first and last names اللي هي رقم دي. طيب تعال نشوف بقى لك in a formal email، لما اجي اكتب ايميل رسمي use، استخدم complete sentences، اه طبعا مش هتكتب نص جمل. proper grammar، جرامر او قواعد مناسبه، اه طبعا انت بتحكي له عن حاجه حصلت في الماضي فما ينفعش تعملها له مضارع مستمر. colloquial words، استخدم كلمات informal يعني غير رسميه، لا احنا قلنا colloquial دي اخت الانفورمال، يبقى كده انت عندك اي اند بي، خلصنا الجزئيه دي يا باشا. باقي معانا بس جزئية التست، يبقى احنا كده خلصنا الوحدة على بعضها، وتعالى نفرمها عشان يبقى احنا خلصنا الوحدة الخامسة كاملة.
He admitted killing the old man. اعترف بأنه قتل الرجل الكبير أو الرجل العجوز يعني. Admit هنا معناها يعترف، عكسها يعترف عكسها ينكر، يبقى denied. طيب الجملة الثانية، You can join the not meeting. ممكن تنضم إلى الاجتماع الإي باي كليكنج، عن طريق انك تضغط على اللينك اللي موجود تحت معرفش ايه، يبقى الفيرتشوال اللي هو ايه الاجتماع الافتراضي. فولس يعني خاطئ طبعا، واوف لاين يعني اللي من اللي غير متصل بالانترنت، وفاكتشوال الحقيقي. ذا انترنت نوت از كوايت سترونج، الوصله بتاعت النت قويه، يبقى انترنت كونكشن. طيب بعد كده اي كانت، لينكينج دي معناها ربط. اي كانت نوت اون هارد ورك فور مور ذان 5 اورز، ما بعرفش اركز على العمل الجاد لاكثر من 5 ساعات، يبقى كونسنتريت واختها فوكس. افتر اي فينيش انسرنج اول كويستشنز، بعد ما انتهي من اجابه كل الاسئله، اي يوجوالي نوت كويك ريفيجن، انا دايما بعمل مراجعه. يعمل مراجعه اسمها دو ريفيجن، ادي عندك دو. هو يا مستر ما فيش ميك ريفيجن؟ لا حضرتك في ميك ريفيجن، بس الفرق بينهم فين؟ انك انت لو قلت دو ا ريفيجن دي معناها يراجع للامتحان، دي من الاخر يا عم الحاج معناها يذاكر. طب لو انت قلت لي ميك ا ريفيجن دي معناها يعمل مراجعه لتدقيق البيانات وعمل تعديلات. يعني انت مثلا لما واحد يكتب لك باراجراف او واحد يكتب لك ريبورت حلو، ويقول لك لو سمحت خد اعمل لي ايه ريفيجن، دي بقى اسمها ايه؟ ميك ا ريفيجن. ليه؟ لان انت بتقول له بص يا ابني انت عامل نسبه ان العدد اللي ماتوا 300، لا يا حبيبي هم 360. وبعدين انت في اخر الجمله دي عامل نقطه، لا المفروض تبقى سؤال عن استفهام. وكاتب ان الخبر اتنشر في جريده الاهرام، لا حضرتك هو اتكتب في جريده في الجمهوريه. فانت لما تيجي ميك ريفيجن معناها تراجع عشان تعدل. طب لما اقول لك راجع بقى عشان امتحان الكيمياء، انت مش هتعدل في البيانات المكتوبه في الكتاب، ده انت هتمسك الكتاب تذاكره. طيب I need to not a new antivirus from a trusted website، يبقى انت تحمل من النت على تليفونك يبقى داونلود. طب لو الصوره على التليفون عايزين نحطها على النت يبقى ابلود، وابلود حضرتك مع حرف الجر تو، لكن داونلود فروم. The traffic noise، traffic دي حضرتك اسم لا يعد، خد بالك. لو انت ما سمعتش الفيديو بتاع شرح القاعده دي على قناتي على اليوتيوب دور واسمعها. بيقول لك traffic noise was muted by، عملناها صامت عن طريق the heavy drapes، الفواصل القويه يعني. عكس كلمة ميوت، والله ميوت يعني يسكت الصوت، معنى كده عكسها ان هو دي يسكت، يبقى عكسها يرفع الصوت. طب ما تيجي كده نشوف، يرفع يعني ريز، سوفتن يعني نعم، ولورد يعني يخفض، وترن داون يعني يخفض. طيب طب رقم 8، I am having a shower installed، يعني احنا بنركب الشاور، بنركب الجهاز بتاع الدش. كلمة انستول هنا معناها يركب، يعني اختها فيكس على طول فيكس. I prefer reading، بحب القراءة أكيد تو وآي إن جي، ما احنا اتفقنا prefer آي إن جي تو آي إن جي، يبقى تو واتشنج اللي هي دي. My mother asked me to stop، والله يا باشا stop يا إما آي إن جي يا إما تو المصدر، يعني يا إما تو باي يا إما آي إن جي، بس stop باي معناها يبطل شراء، لكن stop to buy يتوقف لكي يشتري. طب ما نشوف كده، أمي طلبت مني إني إيه bread because we need it for lunch، محتاجين العيش على الغداء، فامي قالت لي توقف لكي نشتري عيش، يبقى تو باي. طب احنا اشترينا عيش من فرن لقينا العيش ده زباله، فاقول لك بطل تشتري منه تاني، يبقى ستوب باينج. اي بروميس بعدها تو والمصدر، او انك تقول ضمير فاعل اللي هو اي وبعدين ويل والمصدر. طب ما تيجي نشوف كده، بيقول لك في الجمله اي بروميس نوت يو اوفركم ذس بروبلم، يبقى بروميس تو هيلب يو او اي ويل هيلب يو. ادي اي ويل بس مديني بي، لا احنا كده عملناها مجهول تو هيلب. طب ما هو في اي وود، ما هو لو بروميسد كنا قلنا اي وود. طب رقم 12، بيقول لك واي didnt يو ريتيرن ذا بوك يو هاد بورود، انت يا ابني ليه ما بتجيبش الكتاب اللي انت استلفته؟ قال لك اوه نعم انا فاكر اني اعدته، يعني اني فعلت، ما دام فعلت يبقى اي ان جي، يبقى اي ريمبر ريتيرنينج. طب عارف لو قلت لي اي ريمبر تو ريتيرن معناها اتذكر اني ابقى اجيبه في المستقبل. الراجل بيقول لك في الجمله انا فاكر اني اعدته منذ اسبوعين. Because of bad weather، بسبب الطقس السيء، Egypt Air regrets، خطوط الجويه المصريه بتندم ان تعلن، لسه هتخبرك، يبقى تو المصدر تو كانسل، ما هو اخبار. طيب امال ليه ما ناخدش كانسلنج؟ عارف لو قلت لي regrets canceling معناها ندمانه انها لغت الرحله. لغتها امال انا بعمل ايه هنا يا عم؟ She intended to المصدر، قال to buy. I not him to attend my sister's wedding. I decide طبعا
ما ينفعش اقول لك beside him، المفروض اقول لك beside to المصدر. hope يعني يامل او اتمنى تنفع، make مفعول مصدر، expect to المصدر. الطبيعي انك بتقول لي انا اتوقع انه سيحضر حفلنا، يبقى I expect him. لكن I hope him، لا المفروض كنا قلنا I hope he will attend. طيب the convict اللي هو المتهم او المدان، stealing سرقة النقود بتاعت السيدة، denied أنكرة تنفع، admitted ING تنفع، decided عايزة تقول مصدر، hope تقول المصدر. حلو كمل بقى كده. so he was imprisoned، اتسجن. بما انه سجن معنى كده ان هو اعترف، يبقى admitted. ما هو لو انكر كنا طلعنا براءة، ما احنا مش هنفهم ان هو سرق. ايه من دول is not used في الانفورمال ايميل. الانفورمال يعني الايميل الغير رسمي. ايه ما ينفعش نستخدمه في الغير رسمي؟ يعني هو عايز يقول لك ايه اللي بنستخدمه في الفورمال بس مكسوف منك. talk to you soon، اكلمك بعدين. yours صديقك، yours sincerely المخلص اليكم، best regards مع خالص تمنياتي لكم. تعال نشوف كده تاني نفهم الجملة. ايه من دول ما ينفعش نستخدمه في الايميل الغير رسمي؟ اكيد yours sincerely. ليه؟ لان دي بتيجي فين يا عم؟ دي بتيجي في الايميل الرسمي فقط، والباقيين دول في غير رسمي. an informal ايميل، الايميل الغير رسمي، also known as نقط بنعرفه، الغير رسمي بنسميه كمان ايه؟ الايميل الغير رسمي يعني الشخصي، بعت لواحد صاحبي البيرسونال. بيزنس ده رسمي، تريفيال ده تافه مش ايميل خالص، اوفيشال رسمي، الاثنين دول بنفس المعنى وكمان معاهم فورمال. الايميل الغير رسمي هو الايميل البيرسونال اللي بنسميه ايميل شخصي. طيب زي نقط اكسبلين ذا مين مسج، الفكره بتاعت الموضوع كله بتشرحها فين؟ اكيد بتشرحها، ما دام هتشرح يبقى البودي، اكيد بودي. طيب ادخل بعد كده على القطعه. بقول لك have you ever thought، هل عمرك فكرت، about the fact that most of what you own will one day be thrown out، هل انت فكرت ان معظم اللي انت بتستخدمه في حياتك ده بنرميه في الشارع في يوم من الايام؟ think about your clothes، فكر كده في هدومك، التلفزيون اللي عندك and the stove، والبوتاجاز اللي عندك. stove دي اللي هو الكوك يعني البوتاجاز. they will tear، هيتلهوا في يوم من الايام، or break down، or you may just want to get new، او ممكن تيجي في يوم من الايام تفكر انك تشتري حاجه جديده يعني وكده، انت الدنيا بتتطور، better things انك تشتري اشياء جديده او افضل. but where do things go when you throw them out، الحاجات دي بتروح فين لما ترميها؟ بيقول لك يا فندم the bad news، الاخبار الوحشه، is that most of it goes to landfill، ان الحاجات دي بتترمي في مرمى الزباله. landfill اللي هو كوم الزباله يعني. a landfill is a big hole، هي عباره عن حفره كبيره، in the ground في الارض، it may have a concrete or plastic liner، الحاجات دي بيكون فيها يعني خزانات يعني من الخرسانة او البلاستيك. this liner keeps chemicals from seeping into the ground water around the landfill، الحاجات دي بتمنع تسريب الاشياء الكيماوية في المكان المحيط بمكان رمي الزبالة. trash trucks filled with all things that people throw out go to landfill، العربيات بتاعت الزبالة بتتحمل بالاشياء اللي احنا بنرميها في الزبالة. زي dump their loots into the hole، وبتروح مفضية الحمولة في الحفرة اللي احنا سميناها landfill. bulldozers، العربيات البلدوزر، cover everything with soil، بيجي البلدوزر يغطي الحاجات دي كلها بالرمال. but there is a better way، بس في طريقة احسن من كده. and since we are running out of landfill spaces، ما عادش في مكان نرمي في الزباله، البلد كلها بقت زباله، more people are doing it، الحاجه دي يعني في حاجه تانية ناس بتعملها عشان ما بقاش في مكان نرمي الزباله فيه، فناس بيعملوا فكره تانية. ايه الفكره بقى؟ the better way، الطريقه الافضل، is recycling، انك تعيد تدوير الاشياء. recycling lets many things be used again، اعاده يعني التدوير بتسمح للاشياء انها تستخدم مره تانية. give away an old TV or stove، they can be fixed، ممكن نعيد تصليحهم. so that someone else can use them، ممكن نعيد تصليح الاشياء دي عشان حد غيرنا يستخدمهم. clothes can be sent to people who need them، والهدوم نبعتها للناس الفقراء اللي مش مقتدرين. most glass paper plastic and metal is recyclable، معظم من انواع البلاستيك، خد بالك مش كلهم، معظمهم، معظم البلاستيك والورق والمعادن ممكن نعيد تصنيعها تاني. when people recycle these things، لما الناس يعيدوا استخدام او تصنيع هذه الاشياء، it helps the environment، ده باشا بيساعد البيئه. it saves space in landfills، ده بيوفر اماكن في اللاندفيل. paper takes up more space in landfills than any other thing، الورق بياخد مكان في مرمى الزباله اكتر من اي حاجه ثانيه. بقول لك ان الورق زي ما اتفقنا بيشغل اكبر مساحه في الاماكن بتاعه القاء القمامه اكتر من اي حاجه ثانيه. and instead
of wasting these materials، بدل ما نهدر المواد دي او الخامات دي. these طبعا جمع، فعشان كده خدنا اسم جمع. they get used again، بيستخدموا مره ثانيه. some people have recycled bins، بعض الناس عندهم سلات زباله. they put their paper، بيحطوا الورق والمعادن والزجاج والبلاستيك الاشياء دي كلها في السله. a special truck takes these things to a processing center، العربيات معينه مخصصه يعني بتاخد الاشياء دي لمركز التصنيع يعني. other people must drive to a recycling center and drop off their things، ناس ثانيه يعني في عربيات بتلم الزباله وفي ناس بتاخد الزباله بنفسها ترميها. what happens at the recycling center، ايه اللي بيحصل بقى في مكنه التصنيع او اعاده التصنيع يعني. paper is shredded، الورق از شريدد، هنسيبنا من شيء مش هنترجم غير لما نحل. احنا عايزين نتعامل زي ما اتفقنا ان الكلمه دي احنا ما نعرفهاش، طبيعي ما نعرفهاش. and then mixed with water، الورق بيحصل له حاجه كده وبعدين بنخلطه بالميه. and wood pulp to make new paper، وبعدين بنحطه على نشارات الخشب علشان نصنع ماده ثانيه او ورق ثاني. glass metal and plastic are melted، البلاستيك والزجاج والحاجات دي بيتم اعاده صهرها. then they are poured، بيتم صبهم في molds to form new things، في نماذج مكعبات كده او قوالب عشان نصنع اشياء جديده. طبعا molds دي برضو انت مش عارفها بس اكيد خمنناها. glass jars are melted down and become new glass jars، الجرات البلاستيك او العلب البلاستيك بنصنع منها علب تانية. recycling let things be used over and over، اعاده التدوير دي بتخلي الاشياء تصنع او تستخدم مرات ومرات. تعال بقى نمسك سؤال بسؤال كده ونشوف الراجل ده بيحكي عن ايه. اول سؤال رقم 20، وهنحاول نجيب كل واحده بواحده على مهلنا كده. which of the following can't be recycled، ايه اللي ما ينفعش نعيد تصنيعه؟ الديرتي بيبر، الورق لا بيعاد تصنيعه. طب الديرتي بانانا، سيبنا من دي دلوقتي. بلاستيك باج، الشنطه البلاستيك بيعاد تصنيعها. الصودا كان، علبه الصودا بيعاد تصنيعها. اذا اكيد الموزه، عندك موزه قشرناها ورميناها، هيعاد تصنيعها ازاي بقى؟ مش عايز القطعه دي. What happened to glass jars؟ إيه اللي بيحصل للجارز، آخر حاجة قالها في قطعة، that you throw out instead of recycle؟ إيه اللي بيحصل للبرطمان اللي أنت بترميه لو أنت ما قعدتش تصنيعه؟ people dig send them to recycling center، الناس بيرموهم في أماكن إعادة التدوير. ولا they get reused، بيعاد استخدامهم. ولا they take up space، بياخدوا مكان. ولا they slowly rot، بيتعفنوا. and turn back into soil، لا ما قال لك البلاستيك اصلا ما بيعادش ما بتحللش اصلا، يبقى الاجابه كده رقم سي. زي take up space in the landfill، انت لما ترمي الجار في مكان القاء الزباله وما تعودش تصنيعه فهو بيشغل مكان. الجمله اللي بعد كده رقم 22، لحد دلوقتي مش محتاجين قطعه. what is the most important reason to recycle paper، ايه اكتر سبب المفروض ان احنا بنعيد تصنيع الورق بسببه؟ عشان هو بيشغل مكان اكبر. تعال نشوف. It saves trees from being cut down، بينقذ او بيحمي الاشجار من انها تقطع، هو ما قالش كده في القطعه بس دي صح. It will keep us from running out of paper، ده هينقذنا من ان احنا نخلص ورق، ما هو حضرتك عندك رزمتين ورق استخدمتهم، شكرا كده انت لو ما قعدتش تدويرهم هم الرزمتين خلصوا فانت محتاج ورق، يبقى دي بره. A lot of people are doing it، بقول لك ايه اهم سبب من اعاده تدوير الورق، ان الناس كتير بتعمل كده؟ لا. It keeps the cost of paper low، بتخلي تكلفة الورق أقل، برضه لأ. كده كده الورق ب 200 جنيه فهو ب 200 جنيه سواء قعدنا تدويره أو لأ، بس هو بيحافظ على الأشجار بدل من أن تقطع. ده عمل زي امتحان العربي عندك كده، كله بقى بيجي من بره. Which of the following is true؟ إيه من دول صح؟ Some people have to drive their things to recycling center، بعض الناس بيودوا الحاجات بنفسهم لمراكز تصنيع الزبالة أو إعادة التدوير. أه فعلاً، قال لك في عربيات بتجمع وفي ناس بتودي بنفسها. We have a lot of space available، في عندنا أماكن فاضية كتير ممكن نعمل منها لاند فيلز، قال لك لا ما هو ما عادش في أماكن لاند فيلز. الزجاج بيشغل معظم المكان أكتر من أي حاجة تانية، لا اللي بيشغل أكبر مكان هو الورق. Anything is recyclable، كل حاجة بيعاد تصنيعها، لا لأنه قال لك most يعني معظمهم في حاجات ما بتتصنعش كده تاني. وبكده الإجابة تبقى رقم A، اللي بعض الناس بياخدوا بنفسهم الحاجة يرموها في أماكن إعادة تدوير. الأندرلايند الكلمة تحتها خط اللي هي كلمة الشريدد، تيجي نشوف كده المعاني. turn into white بنحولها للون الابيض، ولا turn into black بنخليها لونها اسود، ولا cut to size بنصغرها، ولا cut into pieces بنقطعها الى اجزاء. طب ما تيجي نشوف كده القطعه بتقول ايه. بقول لك ايه، الورق بيحصل له ايه وبعدين بيخلط بالماء والبالب ده اللي هو نشار الخشب عشان يصنع منه ورق جديد. الورق
بيحصل له حاجة كده وبعدين بيخلط في الخشب علشان نصنع ورقا جديدا، يعني كده كده بنصغره بنقطعه. طبعا حتة turn into white بنخليه لون أبيض، ولا turn into black بنحوله أسود، ولا cut to size بنخليه على مقاس معين، ولا cut into pieces نقطعه لأجزاء قطع صغيرة يبقى cut into pieces. A good title عنوان مناسب للقطعة دي، حتى التصنيع طبعا من غير ما نقرأ الاختيارات. What moral do we learn from the passage؟ القيمة اللي احنا بنتعلمها من القطعة. تعال نشوف. Glass is recyclable، إن الزجاج يمكن عادة تصنيعه. أيوة ماشي يا عم ده صح، بس دي مش قيمة. We can always help the environment، احنا ممكن نساعد البيئة، دي قيمة أخلاقية اتعلمناها فعلا. شكرا مش محتاجين نكمل. طيب 27، What is the liner used for؟ اللاينر دي بنستخدمها في ايه؟ عشان نرمي فيها الزبالة، بدل ما يعني هي عباره عن كونتينر كده علبه بنرمي فيها الزباله. طب ليه ما نرميش على الارض وخلاص؟ عشان الزباله بتسيب مواد كيميائيه ممكن تنزل على التربه تدمرها. To protect the underground water، عشان نحمي المياه الجوفيه، دي مقبوله هنسيبها للاخر. To make chemicals leak، عشان نخلي الكيماويات تتسرب للارض، لا ده احنا عاملين اللاينر عشان ما تتسربش الكيماويات. To stop chemicals from eating، نوقف المواد الكيميائيه من الاكل. ولا spoils underground، نفسد المياه، اكيد رقم ايه زي ما اتفقنا هي اللي اصح. طيب a blog is a page، المدونه دي عم عباره عن page on the internet، عباره عن صفحه على الانترنت. The term blog، كلمه blog is used to refer to a web log، بنستخدم الكلمه دي عشان نشير الى الويب اللي هو الشبكه، ولوج يعني قطعه شبكه او جزء على الانترنت. People used web logs، الناس استخدموا البلوجات to list links to various websites، دي عليها سؤال. الناس بيستخدموا البلوج عشان يعملوا قوائم باللينكات اللي توصلهم لمواقع مختلفة. They shared them with others، بيشاركوها مع الآخرين. In other words، بلغة أو بعبارة أخرى، They kept logs of places they visited on the internet، يعني هم بيجمعوا المواقع بتاعة الإنترنت اللي هم زاروها ويحطوا اللينكات بتاعتها. These web logs would have links on them، البلوج ده بيكون فيه مجموعة من الروابط. The link term أو the term link، كلمة link is a short of أو شورت فور، يعني عبارة عن اختصار لكلمة هايبر لينك، يعني هو رابط سريع. It's a way to connect one web page، هو طريقة بنربط بيها موقع بالمواقع الأخرى. When you click on a link، لما تضغط على اللينك، a new page will open، تفتح لك صفحة جديدة. Over time، بمرور الوقت، people began to use blogs to write personal comments and reflections، الناس بدأت تكتب انطباعاتها وخبراتها الذاتية على البلوجات. Blogs became a form of online journaling، أصبحت هي شكل من أشكال الصحافة اللي عبر الإنترنت. Blogs provide a place for readers to write what they think، البلوجات دي هي بمثابة مكان للناس إن القراء إن هم يكتبوا ما يعتقدونه. Ideally، باختصار يعني، others will read the blog and comment with their reactions to what they have read، الناس بتقرأ وبعدين بتعبر برد فعلها عن اللي هي قرأته، مقتنعة أو لأ. This will result in an ongoing conversation، وده هينتج عنه محادثة طويلة. Many teachers now use blogs with their students، ناس كتير من المعلمين بيستخدموا البلوجات دي مع طلابهم. بعض البلوجات just have news and information، في بعضهم بعض البلوجات فيها معلومات فقط وأخبار. These blogs don't usually lend themselves to comments، بقول لك إن الصفحات اللي بيكون فيها معلومات وأخبار ما بتسمحش إن يكون فيها تعليقات. People also use blogs، الناس كمان بيستخدموا البلوجات to list، عشان يعملوا قوائم or log يعني، other blogs they like to or their favorite websites، بقول لك ان الناس بيستخدموا البلوجات عشان يكتبوا فيها المواقع اللي بيفضلوها او مواقعهم الشخصية. Often a blog will focus on a particular topic، البلوجة بتركز على موضوع معين او قضية معينة. Blogs may contain links to other websites، البلوجات زي ما هو قال قبل كده مرة ان بيكون فيها روابط لمواقع اخرى وصور وقوائم وفيديوهات on the internet. The blog displays، مش عارفين يعني ايه display، احنا عارفين اكيد يعني بس هنعتبر الناس مش عارفين. البلوجاية ايه؟ The most recent entries first، البلوجاية بتعمل ايه في اهم حاجة الاول، يعني تحط اهم حاجة الاول. Blogs allow a group of people to communicate with each other، البلوجات بتسمح للناس ان هم يتواصلوا مع بعضهم البعض on different topics، فيما يتعلق في تعليقهم على مواضيع مختلفة. This allows people to create their own publishing space، ده بيسمح للناس ان هم يكون لهم مساحة ينشروا فيها المعلومات واللينكات والافكار وكده. طيب تعال نشوف كده الهايبر لينك، ايه تعريف الهايبر لينك؟ قال لك something that can't control itself، حاجة ما ينفعش تتحكم في نفسها، دي بره.
a way to connect two computers together، طريقة بنوصل بيها اتنين كمبيوتر مع بعضهم، لا مش اتنين كمبيوتر، اتنين صفحة. A way to connect one page to another، طريقة بنوصل بها صفحة لصفحة تانية. انت بتقول لقراءة الموضوع اضغط على اللينك، انت في صفحة A هيضغط على اللينك يوديك على صفحة B، يبقى كده رقم A. رقم C، which type of blog usually gets fewer comments from readers، ايه النوع من البلوجات اللي بيكون فيه تعليقات اقل، اللي هو فيها information ونيوز زي ما قال الانفورميشن بلوج زي ما قلنا. تمام. طيب why would someone want to create a blog، هو الواحد ممكن يعمل بلوج ليه اصلا؟ to try to use telephone less، عشان يستخدم التليفون بشكل اقل، لا مالهاش علاقه بالتليفون. Because the internet won't work without it، الانترنت مش هيشتغل من غير بلوجات، لا لسه مخترعينها امبارح. Because the teacher said that، او said to، لان المعلم قال كده. ولا to communicate with others online، عشان يتواصلوا مع الناس عبر الانترنت، ما هو الراجل بيعمل بلوج جايه فيروح الناس معلقه عليها فهو يرد عليهم. People used blogs to، الناس استخدموا البلوجز ليه؟ اول حاجه make new website، عشان يعملوا موقع جديد، لا هو مش بيعمل موقع جديد، هو بيحط اللينك اللي بيدخلك على موقع تاني. make the blogs work steadily، عشان يخلي البلوجات تشتغل بثبات. ولا hack into، ان هم يهكروا. ولا list links to different websites، عشان يعمل قائمه باللينكات اللي توصلك لمواقع اخرى. هي دي why did people use blogs، هم الناس اصلا ليه استخدموا البلوجات؟ to provide a place، عشان يوفروا مكان for readers، للقراء. طيب تعال نشوف الثانية، طبعا دي غلط، اكيد مش هيوفر لك مكان، انت مش هتروح تقعد تشرب شاي. to write personal comments and reflections، عشان يكتبوا التعليقات الشخصية وانطباعاتهم. هي دي زي ما قالها نصا في القطعة. to make discoveries، عشان يعملوا اكتشافات، ولا عشان يوقفوا المحادثات، لا ده هو عايز محادثات والناس تكتب وتعلق. how can we achieve continuous conversations on a blog، ازاي احنا ممكن نحقق إمكانية إن يكون في محادثات مستمرة على البلوج؟ تعال نشوف. by writing the reading comments on blogs، عن طريق كتابة التعليقات المقروءة على البلوج. ولا by encouraging chat on the blog، عن طريق إنك تدعم التشات، أنت بتكتب بوست في البلوج وبعدين تقول للناس اكتبوا رأيكم فالناس تبدأ تعلق، فدي المنطقية. طبعا عن طريق إن احنا نخلي الناس تتكلم كده مش هيكتب. by encouraging people to stop، الناس تبطل كتابة، برضو غلط. display، هو قال لك الناس بيعملوا display للقوائم وفقا اللي هم عايزينه، الأهم ثم الأقل أهمية. طيب تعال نشوف كلمة، هنترجم من الأول كده واحدة بواحدة. أول واحدة كده ignite، أنت خدت الكلمة دي زمان كان اسمها ignition اللي هو الاشتعال يعني. ignite معناها يشعل يولع يعني. frustrate يحبط بره طبعا. despair يعني يحبط برضه، فأكيد برد. برد دي معناها الموكب أو الاستعراض اللي ماشي في الشارع. فهو قال لك في القطعة إن هم بيستعرضوا الحاجات بسلسلة وفقا للأهمية، يبقى برد. which is the following is incorrect، ايه من دول يا عم غلط مش صح؟ اول واحده the term blog is used to refer to a web log، بقول لك كلمه blog هقول لك ايه من دول incorrect. كلمه blog دي بنستخدمها عشان نشير الى a web log، دي موجوده نصا في القطعه اول سطر معانا اهو. the term blog is used to refer to a web log، حلو يبقى دي معانا دي صح. هو عايز الغلط. over time، بمرور الوقت. people began to use blogs، بدأ الناس يستخدموا البلوجات عشان يكتبوا personal comments and reflections. دي صح. blogs allow a group of people، بتسمح للناس ان هم يتواصلوا مع بعضهم البعض on different topics، في موضوعات مختلفة. لا هو قال موضوعات معينة، فين هي دي؟ اوريها لك انا في القطعة. القطعة فين؟ ادي القطعة هجيبها لك. حتة اهو people began to use blogs to write personal comments and reflections، دي قلناها خلاص. طيب اول واحده كده لان دي ما اتسجلتش شكلها. ده تيرم بلوج، كلمه بلوج از يوز تو ريفير تو ا ويب بلوج، ا ويب بلوج سوري. دي مظبوطه زي ما قال لك في القطعه في اول سطر اهي، اول سطر جبتها لك اهي. ذا تيرم بلوج از يوز تو ريفير تو ا ويب بلوج، دي واحد. يبقى الاولانيه دي كده معانا صح، القلم الاحمر دي صح. طب الثانيه اوفر تايم الناس بداوا يستخدموا البلوجات عشان يكتبوا بيرسونال كومنتس اند ريفليكشنز، دي برده صح. فين هي؟ اهي بيبل بيجان تو يوز معرفش كده تو كومنتس اند ريفليكشنز، دي برده مظبوطه. التالتة يبقى دي كمان صح. الناس البلوجات بتسمح لمجموعة من الناس ان هم يتواصلوا مع بعضهم البعض على different topics، لا على موضوعات محددة. فين هي دي؟ اهي. often blog will focus on a particular topic. طب كده يبقى دي اللي غلط وهو عايز الجملة ال incorrect، يبقى دي صح. يبقى هنختار رقم C. طيب تعال بقى نشوف الترجمة. الترجمات دي عايزك تركز فيها عشانها بسيطة. بداية انا عايزك تعمل اللي انت بتعمله كالعادة، اللي انت بتطلع الكلمه مختلفه. اطلقت وزاره السياحه والاثار حمله وطنيه لترميم 100 اثر في المنطقه.
شنت وزارة السياحة والآثار، وزارة السياحة والآثار حملة وطنية لترميم 100 تمثال. أنت هنا عندك تمثال وهنا عندك أثر، هنشوف مين اللي صح في المنطقة. يهدف طبعا، هو في الجملة قال لك إيه؟ أنتيكيتس تو ريستور 100 مونيومنتس، أثر يبقى دي بره، اللي فيها تمثال يطلع بره. أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة وطنية لترميم 100 أثر في المنطقة. طيب تمام، شنت وزارة السياحة والآثار حملة الوطن، إيه حملة الوطن دي؟ اطلعي بره. يبقى أنا عندي كده رقم د بره ورقم ب بره. هنشوف مين في دول صح. طيب، يهدف إلى إنقاذ الآثار، ليس فقط لقيمتها الأثرية في التاريخ، ولكن أيضا لاستعادة دورها في المجتمع. يهدف إلى إنقاذ الآثار ليس فقط لقيمتها التاريخية والأثرية، ولكن هو قال لك هنا قيمتها التاريخية والأثرية، تمام، ولكن أيضا لاستعادة دورها في المجتمع، ولكن أيضا لاستعادة دورها في المجتمع. الحتة الخطأ فين؟ هي دي. هو قال لك هنا إيه؟ يهدف إلى إنقاذ الآثار ليس فقط، يعني يهدف لإنقاذ الآثار مش بس لقيمتها التاريخية والأثرية، لا، ده عشان يستعيد دورها في المجتمع. طب هنا يهدف إلى إنقاذ الآثار ليس فقط لقيمتها التاريخية والأثرية. أنا بقول لك إيه، بص، not only for their historical، مش بس لقيمتها التاريخية والأثرية، ولكن أيضا. الجملة رقم جيم غلط، عشان بيقول لك ليس فقط لقيمتها الأثرية في التاريخ، وما قالش في التاريخ، يبقى كده الإجابة أصبحت رقم ألف. يبقى كده أول واحدة ألف. الثانية بيقول لك يعد مشروع محطات الطاقة الشمسية نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس ودعم الشبكة القومية. تعال نشوف. بيقول لك هنا the solar power structure project، هو قال لك هنا ايه؟ مشروع محطات الطاقة الشمسية. structure دي معناها بناء، اطلعي بره. طب الثانية the solar power plants project، plants دي معناها محطات، يبقى دي كده معانا مظبوطة لحد دلوقتي. is a new nucleus for generation electric power from the sun and supporting the national grid. هو قال لك الشبكة، يبقى رقم بي مظبوطة. طب solar power plants project is a new nucleus for generating electric power from the sun and supporting the national grid. grid دي معناها يطحن، يبقى كده دي باظت، والأولانية قلنا باظت. طب رقم دي برضو المفروض انها بايظة. تعال نشوف بلانتس الكواكب باظت، يبقى احنا كده اخترنا الاجابه رقم سي، رقم بي هي اللي صح. سؤالين القصه، الطف ما يكون القصه دي يا جدعان، اقسم بالله حل نفسها. بيقول لك بقى القصه، دو يو ثينك، هل تعتقد ان هربرت بوكيت كان هيبقى اسعد لو لمسها هشام تبنته؟ الراجل قالها نصا نو. ليه يا عم؟ بيكوز اف شي ادوبتد هيم، لو هي تبنته، او اف شي هاد ادوبتد، عشان هو جايب حاله ثالثه يعني، اف شي هاد ادوبتد هيم هي وود هاف ماريد استيلا هو از فيري كرول and had no heart، وما عندهاش قلب. دي إجابة ممكن نقول نو. طب لو قلنا يس هنقول يس. هل تعتقد إن هربرت كان هيبقى سعيد؟ هنقول آه. طب ليه يا عم؟ هنقول يس. why؟ because Herbert would have found a house where a rich woman lived and after that he would inherit some money، ربما يرث مالا. why do you think that Bib felt sure that Miss Havisham was his secret benefactor؟ هو ليه بيب تأكد ان مس هشام هي البنفاكتور رقم واحد؟ هنقول بيكوز شي اولويز سبورتد هيم، لانها دايما دعمته. ثرو من خلال جيفينج مستر جو ماني تو ميك هيم ان ابرنتس، عشان من خلال اعطاء المستر جو فلوس عشان يكون الصبي بتاعه، اي صبي عنده في الورشه. رقم اثنين شي اولويز جيف هيم ماني افري يير، كانت بتديله فلوس كل سنه. رقم ثلاثه شي ووز اولويز ريسبونسبل فور هيم، كانت دايما مسؤوله عنه. يبقى كده كلهم مجابين. وبعد كده يقول لك اكتب ايميل، الناس اللي بتكتب لي وتبعت لي شكرا، الناس اللي ما بتكتبش خليك عايش في ميه البطيخ وهتندم في الاخر. الرايتنج عليها 4 درجات يا جدعان، خساره. كده خلصنا الواحده الخامسه، الجدول نزل على الجروب، يا ريت تمشي عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا بس قبل ما اقول السلام عليكم، عايز اوضح ملحوظه بس عشان في ناس كتير ما فهمتهاش. احنا دلوقتي شغالين في محتوى شهر كام؟ محتوى شهر 4. حلو، في ناس بالفعل اشتركوا في محتوى الكتاب كامل. لو حضرتك حابب تشترك في محتوى الكتاب كله الباقي كله، فحضرتك هتحول 220 240 120 لشهر 4 و120 لشهر 5، وهتاخد المحتوى كله خلال شهر 4. طب انت مش عايز كده، خلاص يبقى انت تحول 140، انت خلاص انت حولتهم بالفعل ما دمت تسمعني. هتاخد المحتوى اللي نزل في الجدول فقط، ولما تخلص عايز تدفع شهر 5، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم.